الثاني والناموس لجميع الفائزين. الكلمة بصوت الزميل شجاع العتيبي. شكرا بسام الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية ميدان الشحانية مع انطلاقة وتحديات شوطنا الخامس للقاية الابكار من المسافة هي 4 كيلومترات. أتقدم مباشرة مع المركز الأول غشمرة بشعار محمد بن سعيد بن متعب المري. من يقدم لنا غشمرة مع أول الأسماء وأول التحديات؟ المركز الثاني الوصول من شوشرة فهد بن محمد بن راشد الدوسري. من يتواصل مع شوشرة مع المركز الثاني؟ النقلة إلى المركز الثالث الوصول من حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المري. من يتواصل مع حراقة على المركز الثالث؟ المركز الرابع الوصول والانطلاقة من قبل شعار بن جبران. من يتواصل في هذه اللحظات مع تحديات وانطلاقة هنا الفلوجة فيصل بن جابر، او انطلاقة في هذه اللحظات واندفاعت متعبة؟ الانطلاقة في هذه اللحظات من غزلان جابر بن سالم بن جابر بن جبران. من يتواصل مع غزلان على المركز الرابعة والمركز الخامس الوصول والانطلاقة من سحايب محمد بن علي بن حمد بن قريع المري. من يقدم لنا سحايب مع المركز الخامس؟ هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدين الكرام للخمسة الأسماء الحاضرة والمتواجدة والمندفعة على أرضية هذا الميدان. العودة مباشرة إلى الصدارة إلى غشمرة بشعار محمد بن سعيد بن متعب المري. من يقدم لنا غشمرة مع أول الأسماء وأول التحديات؟ المركز الثاني الوصول من شوشرة فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري. من يتواصل مع شوشرة مع المركز الثاني والمركز الثالث الوصول والانطلاقة من ثالث الأسماء حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل. من يتواصل مع حراقة على المركز الثالث؟ المركز الرابع هنا غزلان سيف بن متلع بن مسلي العتيبي، ولكن راقب شعار الغامدي الحاضر مع الأندلس خليل بن محمد بن يحيى المصوي. الغامدي يقدم لنا الأندلس، من تغير بدورها من الخامس الى الرابع الى الثالث وفي طريقها الى المركز الاول بشعار الغامدي. المركز الخامس الوصول والانطلاقة من الشاهينية جابر بن سالم بن جابر بن جبران المري. من يتواصل مع الشاهينية على المركز الخامس، ولكن العودة الى شعار الدوسري. من غير وانطلق مع المركز الاول؟ من يقدم لنا شوشرة فهد بن محمد بن راشد بن محمد الدوسري؟ يتقدم مع أول الأسماء، يندفع مع شوشرة. المركز الثاني غشمرة محمد بن سعيد بن متعب المري، وهنا الأندلس حاضرة بشعار الغامدي. يقدم لنا الأندلس خليل بن محمد بن يحيى آل مصوي الغامدي، يتواصل مع الأندلس صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات، تنطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل، يتواصل مع حراقة على المركز الرابع. المركز الخامس الوصول من قبل الشاهينية جابر بن سالم بن جابر بن جبران، هنا شعار البطل حاضر مع الشاهينية، ولكن العودة إلى شعار الدوسري. العودة هنا إلى شوشرة مع أول الأسماء فهد بن محمد بن راشد الدوسري. يقدم لنا شوشرة مع أول الأسماء وأول التحديات. الأندلس حاضرة مع مركز الوصافة، تنطلق بشعار الغامدي، تندفع بشعار الغامدي بهذا الأداء الكبير، بهذا الأداء المتحدث.
المميز، ولكن راقب الوصول، راقب القدوم من التماس، التماس حمد بن نهيان بن سالم العامري، ولكن الاندلس، الاندلس والتماس، التماس والاندلس، ولكن غيرت التماس، انطلقت التماس، الاندلس، الاندلس، الاندلس مع المركز الثاني، ولكن التماس، 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 ابناء الامارات العربية المتحدة، ولكن الغامدي يحاول، الغامدي يحاول مع الاندلس، ولكن التماس، 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 تهانينا والناموس لمالك التماس حمد بن نهيان بن سالم العامري المركز الثاني، الاندلس خليل بن محمد بن يحيى الغامدي المركز الثالث، كانت هول بشعار صالح بن حمد بن صالح بوشريدة المركز الرابع، حراقة راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المركز الخامس، غشمرة محمد بن سعيد بن متحف المري، تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمالك التماس على هذا الفوز والانتصار، حمد بن نهيان بن سالم العامري، 6 دقائق 6 ثواني 30 جزء من الثانية، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني الأندلس خليل بن محمد بن يحيى الغامدي، 6 دقائق 6 ثواني 74 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك الأندلس خليل بن محمد بن يحيى الغامدي. المركز الثالث كانت هول صالح بن حمد بن صالح بوشريدة، 6 دقائق 8 ثواني 56 جزء من الثانية، تهانينا والناموس للجميع.